كتير بنتكلم عن ربط التعليم بسوق العمل، يعني ايه ابني النهارده يبقى خريج مثلا كليه من الكليات وينزل سوق العمل يقولوا له ناسف ما فيش لمجالك، حاول تدور بقى على اي مجال تاني كده واقلم نفسك وخليك حلو كده وخف نفسك واشتغل في اي حاجه، لكن فكره ربط سوق العمل بالتعليم دي حاجه مهمه جدا جدا، بقى لنا كام سنه بنسمع عن المدارس التكنولوجيه، وكمان في الفتره الاخيره ابتدينا نسمع عن حاجه حلوه جدا يعني عمل ربط ما بين المدارس التكنولوجية أو الجامعات كمان الخاصة بالمجال ده مع القطاع الخاص، يعمنا أنا هخرج السنة دي 1000 طالب لو عاوزهم مؤهلين وحلوين وبتاع هتاخدهم عندك ناخدهم في المصانع، بل بالعكس الطلبة في وقت المدرسة أو وقت المدرسة بيشتغل في المصنع وبياخد فلوس وبيكسب من قبل حتى ما يخلص جامعة، بنشوف حتى شركات قطاع خاص وأسامي كبيرة جدا هي نفسها بتعمل مدارس. نتكلم عن المنظومة الجميلة دي واللي عايزينها تكبر وتبقى أفضل من كده بكتير، لكن بشرفنا يكون معانا على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. نورنا يا دكتور. الله يخليك. نورنا يا دكتور. أهلا بك. حضرتك طيب وبخير. أهلا. نبدأ بس نفكر الناس ونوريهم النقلة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت في فكرة التعليم الفني ككل بنظرة شاملة، لأن الحياة المجتمع ونظرته للتعليم الفني كانت نظرة دونية وكانت سبب مشكلة كمان للي بيدخلوا التعليم ده. إيه الطفرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت؟ الحقيقة الدولة متمثلة في التربية، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عملت طفرة كبيرة جدا خلال 10 سنين اللي فاتت، بدءا بصندوق تطوير التعليم اللي أسس نماذج لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي مع جهات دولية. من هذا ده كان الحقيقه البدايه، وكانت البدايه الصح. من صندوق تطوير التعليم بدات تاخد نماذج للتربيه والتعليم من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ونماذج للتعليم العالي من خلال الجامعات التكنولوجيه. فبقى في مسار واضح وصريح، ما بقاش الاختيار الثاني للطالب اللي ما يجيبش مجموع يروح تعليم فني. ده دلوقتي بقى الاختيار الاول للطالب انه يروح التعليم الفني علشان عايز يكمل في الجامعه وياخد شهاده جامعيه بما يواكب سوق العمل. هو ده التطور الكبير والطفره الكبيره اللي حصلت من خلال تبني الدوله لهذه النماذج. طب هل كل المدارس بتدرس نفس المناهج بنفس كل حاجه؟ لا لا. ولا في حاجات مختلفه؟ لا طبعا، هو ما نقدرش نعمل النقله دي لان عدد المدارس وعدد الجامعات كتير جدا والتحدي كبير جدا، لان منظومه التعليم مختلفه. فما عندناش كوادر كافيه انها ننقل كله مره واحده. طبعا الكلام ده لازم يتم تدريجي، على تدريجي على سنين طويله زي ما الدول عملت. احنا مش بنخترع العجله، لكن الدول خدت الكلام ده في 30 40 سنه يعني، مش في 10 سنين على فكره. طب يا دكتور، هي فكره انه الطالب لما ما كانش بيجيب مجموعه كان يدخل التعليم مثلا فني، دلوقتي احنا بنغير الفكر ده، لانه انا من البدايه من قبل اي حاجه حتى لو جايب مجموع كبير انا بشوف سوق العمل رايح على فين، وانا اللي بختار ان انا ادخل مدارس تكنولوجيه بعد كده اكمل في جامعه تكنولوجيه برضو. زائد طبعا فكره التعاون والشراكات اللي بتحصل مع جامعات كبيرة وأجنبية. تمام. ده غير برضو في إيه؟ في فكرة سوق العمل واحتياجاته. إحنا لما بنيجي نعمل برنامج، قبل ما نعمل برنامج مش بنجيب البرنامج من الكتب زي ما كانوا بيعملوا قبل كده. أيوه. مش بنجيب المناهج من الكتب ولا المراجع. إحنا بنجيبه من معايير سوق العمل اللي هو محتاجها. وده هو الأساس اللي إحنا بنبدأ بيه. لأن إحنا يعني إحنا على فكرة إحنا بنخرج مثلا 600,000 طالب من الجامعات كل سنة. دول بيروحوا فين؟ 5% بيشتغل في تخصصاتهم بس، والباقي وال 95% بيقلب رزقه في اي حاجه. بالظبط، ما حضرتك تفضلت كده. لا فده اهدار الحقيقه للموارد البشريه بعد ما الدوله تكلفت 18 سنه تعليم على الطالب بيطلع ولا حاجه. عشان هي الفكره من الاول غلط يا فندم. أيوة. النهارده طول ما انا رابط قصه الكليه بشكل الكليات العامه يعني. نعم. رابط الكليه بالمجموع هنشوف بالضبط. حاجات افشل من كده يعني، بنشوف ناس دخلت كليات عشان مجموعها وبتخرج ما بتعملش حاجه وما بالضبط. بتفهمش حاجه في مجالها، وواحد تاني واخدها بالخبره او خد كورسات او بتاع وبنلاقيه متميز اكتر لان هو عنده التالنت او عنده الموهبه. نحن في مصر لا بنعترف بموهبه ولا باي حاجه، بنعترف فقط مجموعه كام.
فكان الحقيقة إنشاء الدستور سنة 2014، النسخة منه اللي صارت 2014، المادة 20 من الدستور تتبنى الدولة التوسع في التعليم الفني والتقني وإنشاؤه مع الجهات الصناعية بشكل كبير جدا. ده من هنا بدأت سنة 2014 من الدستور، بدأوا ناخد بقى القوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية مع الصناعة. فبقى الطالب دلوقتي، يعني أنا قابلت أولياء أمور كتير بيقولنا أيام المجمعات التكنولوجية كنا بناخد من المدارس، قالونا إحنا مش عايزين، ارحمونا من الثانوية العامة ومشاكلها ودروسها والكلام ده، لأن الكلام ده كله يعني المنظومة دي كلها ولا فيها دروس ومفيهاش كمان كتب مناهج تتحفظ، لا ده هو التدريس بيسموه learning by doing، يعني التعليم بالممارسة بالإيد. فبالتالي حضرتك الطالب بيجد شغفه وانه عاوز الحاجات دي يعملها بايده، فبيبقى فيري هابي او سعيد جدا انه يشتغل في الكلام ده. كان عندنا برضو مشكله فكره التطبيق العملي، يعني ان يكون عندي معامل، يكون عندي مصانع، يكون عندي ورش تخلي الطلبه او تحقق لهم التدريب العملي. منهم كان بيخرج من المدارس الصناعيه هو ما جربش ولا عمل اي حاجه. ده دلوقتي مختلف. ايوه الوضع طبعا دلوقتي مختلف في قطاع كبير جدا من التعليم الفني والتكنولوجي، فبقى الطالب عنده بما يسمى جدارات سوق العمل. ما بقاش نظام التعليم نظام تعليم عادي، الطالب ياخد كتاب ويروح يحفظه ويمتحن ويجيب بالدرجه النهائيه وفي الاخر بيطلع ما عرفش يكتب اسمه. يعني لازم في جزء من التعليم او المنهج بتاعه ينزل ورشه او مصنع ويشتغل بايده. بالظبط، طبعا لازم طبقا للامكانيات المتاحه. فبنحدد في المناهج بقى الجديده دي حاجه اسمها الجدارات المهنيه. والجداره المهنيه هي عباره عن المعرفه والمهاره والسلوك. الثلاثه دول مع بعض، الميكس الثلاثه دول مع بعض بسميهم جداره مهنيه، يعني الطالب يطلع جدير انه يقدر يشتغل الشغلانه دي. طب انا عايز اسال حضرتك برضو على وجود القطاع الخاص في المنظومه دي، وانا عارف ان القطاع الخاص منه اسامي كبيره جدا هم ليهم كمان مدارس، لكن برضو عندهم ديفول للاسف ان هم ما بيقبلوش اي حد، وبيبقى في صعوبات كتيره جدا للطالب ان هو يدخل المدرسه، يعني بيبقى في الاعداد برضو قليله قصاد العدد اللي عايز يتقدم. بالظبط يا فندم. احنا عندنا تحدي كبير جدا، احنا عندنا اعداد بالملايين الحقيقه، احنا مش هنقدر ناخد الاعداد دي كلها نعملها في المنظومه دي. يعني على سبيل المثال كنا بنتكلم مع مدارس الذهب اتعمل الجديد مثلا، احنا بيجي لهم مثلا 1500 طالب بيقدموا، هم بيبقوا عايزين 100 او 200 بس، فبيختبروه من الناحيه السلوكيه، من ناحيه المظهر، من ناحيه الفنيه، في اختبارات كتيره لازم تتعمل للطالب قبل ما يدخل هذه المدارس. وده لازم يتعمل عشان اضمن ان المنتج بتاعي هو اللي انا عايزه في الاخر، ما اقدرش اخد اي طالب. بس ممكن مع الوقت الاعداد يعني يكون عندنا استيعاب كمان اكتر، لان الاقبال عليه بقى كتير. ما هي الفكره ان لازم اعرف سوق العمل محتاج كام طالب واخد على اساسه، يعني عشان ما يحصلش تشبع للسوق او لسوق العمل بالخريج ده، ممكن بعد كل ده يطلع لان في زمايله شغالين. فبالتالي لازم اوجد، هي الفكره ان انا اوجد التخصصات الحقيقيه اللي يطلع يشتغل اللي عاوزها سوق العمل واعمل عليها البرنامج. طب استاذ حضرتك معانا تليفون لحضرتك ونكمل كلامنا. يوستينا اهلا بيك. اهلا بيكم، صباح الخير. صباح الفل، اتفضلي. معلش عايزه اكلم الدكتور. هو سامعك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. انا واخده دبلوم صنايع ومتخرجه من 2017، بس بعد ما خلصت الدبلوم ما كملتش وقسم كمبيوتر، فانا يعني اقدر لو عايزه اكمل ينفع وانا متخرجه بقالي 5 6 سنين؟ يعني خلاص الموضوع انتهى على كده. خليكي معانا يا يوستينا. 2017؟ لا، هو للاسف لازم سنه سابقه واحده بس عشان يلتحق بالجامعات. بس يوستينا تقدر تقدم في اي حاجه غير التعليم ده صح؟ بس في حاجه بديله دلوقتي، ان احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها مركز تدريب مهني لكورسات قصيره الامد، ممكن سنه ممكن 6 شهور، تبدا بديله بدل الشهاده انها تقدر تاخد مهنه معينه او حرفه معينه او مؤهل معين تقدر تشتغل بيه. هتاخد بيه شهاده لسه؟ بتاخد بيه شهاده وبيبقى بالاتفاق مع سوق العمل، بحيث ان انا الراجل اللي عندي ده هياخد الدوره دي او الكورس ده او الدبلومه دي يطلع يشتغل في شركته. طب تقدم ازاي في الدورات دي؟ فبيبقى من خلال اعلان في الجامعات والمدارس يعني. بس حاليا هو لسه دلوقتي ما فيش، يعني هي تابعه على صفحات الجامعه. يعني احنا بنجهز دلوقتي الدبلومه مثلا في البترول،
بترول ده بيبقى احنا عندنا برنامج في جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه انشاناه من سنتين بالظبط 2020 بالاشتراك مع الهيئه المصريه العامه للبترول في تخصص انتاج ونقل وتوزيع البترول. طب ايه كمان الاقسام الجديده يا دكتور اللي بتحاول؟ يعني انا عارف مثلا احنا كان عندنا مشكله ومش مشكله يعني، بس هو كان عدد من دول العالم اعتقد منهم المانيا كان طالب مثلا اللحام تحت الميه. ما اعرفش ايه اللحام تحت الميه ده، بس انا كانت قصه انا كنت تابعتها في فتره من الفترات يعني. فايه التخصصات الجديده اللي بتواكبوا بيها العصر؟ تمام يا فندم، احنا عندنا الحقيقه في جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه 6 تخصصات رئيسيه منهم البترول، منهم التخصص الجديد خالص اللي الدوله تبنته السنتين بس اللي فاتوا، وهو التخصص الاطراف الصناعيه. ده مش موجود. حلو جدا طبعا، واحنا عملناه والحقيقه عندنا قصور شديد جدا جدا في هذا التخصص وما عندناش تقريبا خبره فيه. فاضطرينا نتعاون مع جامعه دوليه، جامعه ستراسكلايت في اسكتلندا، دي من اعلى الجامعات في هذا التخصص، وزارونا الحقيقه مرتين الفتره الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، وبدانا يشتركوا معنا في خلال بروتوكولات ومناهج تدريسيه وتدريبات وسفريات بين الطرفين، بحيث ان انا ابدا اكون الكوادر اللي عندي تقدر تغطي هذا التخصص، لان انا ما عنديش خلاص ولا طب ولا هندسه ولا علاج طبيعي يقدر يدرس في هذه المنظومه. أي. ما عنديش خالص. فبالتالي كان الاتجاه للدول العالم، هي اشتغلت ازاي؟ اشتغلت من سنين طويله في التخصص ده، بدانا نتجه ليهم، وده الحقيقه عمليه برضو تحدي كبير جدا وما هوش سهل يعني. طبعا ايه تاني غير الطاقه الجديده والمتجدده مثلا؟ احنا اتجاه الدوله دلوقتي للطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وانتاج الهيدروجين، ده كله ده توجه دوله، ده توجه الدوله طبعاً. فاحنا بنشوف طبقا لرؤية مصر 2030 بنعمل البرامج دي علشان تغطي احتياجات سوق العمل طبقا لرؤية الدولة. فده برضو تحدي كبير قوي، ان احنا مش بنجيب المناهج زي ما قلت لحضراتكم من الكتب ونقدر نعمل بيها الكورسات او المؤهلات المعينة دي، لا احنا بنشوف اتجاه معايير سوق العمل، ودي الصعوبة، معايير سوق العمل بتقول ايه. وعلى فكرة مش كده بس، انا بشرك سوق العمل، يعني في ناس معاها دكتوراه من البترول ومن تخصصات الأطراف الصناعية ومن الطاقة الجديدة والمتجددة شغالين في الصناعة، احنا بننتدبهم يوم ويومين بيقدروا يدرسوا معانا، فبيبقى عندهم الخبرة العملية اوريدي، هو عارف محتاج السوق عاوز ايه وبيدرسه للطالب، كأن المصنع في الفصل بالظبط او الشركة في الفصل، فبنقرب الدنيا شوية بين، وده اللينك الحقيقة اللي مطلوب يتعمل على كل الجامعات التكنولوجية. يعني بنوفر لهم سوق العمل، بوفر لهم الخبرة تجيلهم لغاية عندهم تدرسهم، وانا بوديهم للأماكن دي يشتغلوا كمان بإيديهم. هو ده اللينك القوي بين الصناعة وبين الأكاديمي او الجامعات التكنولوجية الأكاديمية. فبالتالي هو ده اللينك ده مطلوب جدا جدا، فده اللي احنا شغالين عليه. بس ده برضو يعني الناس بتوع الصناعة دي محتاجين يتدربوا على طرق التدريس الحديثة طبعا. فبندربهم على طرق التعليم بالنظام الجدارات ده بندربهم. هو ده التحدي الكبير، وفيه الحقيقة يعني مردود كويس جدا بيحصل في الجامعة عندنا الحمد لله. طب أنا عايز أسأل حضرتك كمان على مثلا مجال جديد داخل على مصر، هو العربية الكهرباء. أيوة او السياره الكهربائيه. طب احنا لما يبقى الموضوع ده واقع، وهو ابتدى يبقى واقع يعني، بس لما تكتر السياره الكهربائيه برضه هنسيب الفكره لفكره الممارسه والتعلم بالخطا من شخص مش متعلم اصلا وبيحاول وبيجتهد وكده؟ طب ما يبقى بالاولى شخص متعلم وفاهم. ما هو ده البرنامج الثالث اللي كنت هتكلم حضرتك عليه، اللي عندنا برنامج اسمه اوتوترونكس، اللي هو السيارات الكهربائية أو السيارات بنظام الكهرباء والتحكم فيها بالكهرباء. ده أحد التخصصات الجديدة اللي عندنا برضو، واللي يعني عندنا تحدي كبير برضو، ما عندناش الخبرة كتير قوي في هذا التخصص. فاحنا دايما بنحتاج التخصص النادر اللي سوق العمل عايزه واللي الدولة عايزاه في الفترة اللي جاية. التخصص اللي بعد كده تخصصات الميكاترونكس، ودي التطبيقات بتاعتها كثيرة جدا جدا جدا. وتخصص الاي سي تي اللي هو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ودي فيه طفرة كبيرة جدا سنة عن سنة من برمجة او من سوفت وير او من محتاجة كل يوم ابديت بيحصل يعني، يبقى الطالب على دراية بيها بالظبط يا فندم. فبالتالي دول التخصصات الرئيسية اللي عندنا بنحاول يعني نغطي بيهم احتياجات سوق العمل بيها. معانا على الهاتف معانا استاذة نرمين، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا نرمين، اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بحضرتك يا استاذة هبه، انا كنت عايزه اتكلم مع الدكتور في موضوع
انا ابني في مدرسه من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. تمام. فهو حاليا في سنه ثانيه. تمام. بس احنا عارفين او سمعنا بعد ما دخل المدرسه، انا يعني انا بالنسبه لي مبسوطه جدا جدا ان هو في مدرسه من المدارس دي وفي الخبره وابتدى يتعلم، وحاجه حلوه خالص. بس للاسف اني انا سمعت ان في سنه ثالثه بعد ما تظهر النتيجه في التنسيق بيتساوى بطالب الفن الصناعي او الفن اللي هو العادي اللي هو بيروح مره او مرتين في السنه. لكن ابني طبعا مش عايزه اقول لحضرتك ايه الالتزام في المدرسه، دراسته صعبه جدا كله بالانجلش. حاضر. يعني انت المشكله انت برضو على قد الخبره اللي خدها والمستوى بتاع التعليم ازاي يتساوى مع الطالب العادي في التعليم الفني العادي. حاضر يا مدام. حاضر دكتور يجاوب عليكي. ده سؤال مهم جدا 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 الحقيقه، وبشكر حضرتك عليه. احنا فعلا احنا جالنا اعداد مهوله في الجامعه السنه اللي فاتت، يمكن الاف. احنا مطلوب مننا ان احنا ناخد 400. احنا على فكره في اختيارنا بنفضل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، يعني لو يعني مش يعني زي ما حضرتك بتقول. احنا يعني الا في حالات تخصصات مش موجوده عندنا، يعني هي مش مقفوله خالص على التعليم الفني العادي، لكن باخد منهم نسبه محدوده والاكثر من خريج المدارس التكنولوجيه. انا بفضل لان انا عارف قد ايه ان خريج المدارس التكنولوجيا التطبيقيه مؤهل بالظبط، وده تحدي كبير الدوله خدته، يعني انه مش هيقدر يطور 2000 مدرسه في نفس الوقت. صحيح. فبيبدا بالمدارس التكنولوجيا التطبيقيه واحده واحده. فبالتالي احنا بنفضلهم جدا لو خصوصا لو كانوا نفس التخصص. هو التحدي الاكبر اللي تقصده حضرتك، يعني لو كان نفس التخصصات اللي عندنا احنا بناخده دايركت على فكره. حتى لو كان جايب اي مجموع. لان احنا عارفين ان الراجل ده يعني مؤهل بشكل كويس جدا لو كان بيناسب التخصص اللي عندنا. لكن مثلا افرض ما عندناش في الجامعه بتاعتنا التخصص ده، زي مثلا التشييد والبناء مثلا، يعني ما عندناش. طب انا هاخد هسيب بتاع ميكاترونكس اللي هيجي يكمل واخد بتاع التشييد والبناء حتى لو جايب مجموع اعلى، يبقى الاولى ناخد اللي فيه التخصص موجود. فالاولى باخد التخصص وابعت الراجل ده المكتب التنسيقي يوزعه على مكان تاني فيه التخصص ده. طب انا بس دي الناس الناس مش واخده بالها من الحته دي. انا كنت بس هي ليها حق، يعني هي انا حاسه بالمجهود اللي اتعمل معاه. اللي هيحصل بقى حضرتك الاسبوع الجاي، احنا فعلا بدانا نعمل الكلام ده. بدانا نعمل لينك مع التربيه والتعليم، يا جماعه التخصصات اللي عندكم الطالب بيبقى جايب 99%، يعني مثلا زي الدهب، مدارس الدهب هم كلهم اتخرجوا باي زاوية انهم واشتغلوا في المصانع بتاعت الدهب، لكن هم عايزين يكملوا بكالوريوس عندنا. احنا ما عندناش تخصص الدهب مثلا، احنا بدانا نعمل دلوقتي لينك مع التربيه والتعليم، نقول له عايزين نكمل التخصص ده بحيث ان الطالب اللي اتخرج من المدرسه دي في التخصص ده يقدر يكمل في برنامج شبيه عندنا، وده اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي. انا يا فندم انا يعني عندي مشكله في مساله التعليم الفني بشكل عام. ايه يعني هل مش ممكن يتم عمل منظومه او حتى وزاره للتعليم الفني منفصل عن وزاره التربيه والتعليم؟ النهارده بنسمع عن مشروعات، انا كنت مثلا من 20 سنه بسمع عن مشروع اسمه مبارك كول. أيوة. ما اعرفش مدى جدوته دلوقتي او مدى وجوده. طبعا في الشراكه الايطاليه الدومبوسكو. أيوة. في اكتر من حاجه موجوده. ليه ما يتجمعش ده كله في اطار واحد بحيث ان انا استفيد منه؟ اعتقد انا ما اعرفش حتى مبارك كل موجود ولا لا. موجود. موجود موجود، ووزاره التربيه والتعليم الفني اتعملت قبل كده. سنه 2014 انا متذكر 2015 واتقفلت بعدها بسنه. أيوة. يعني مش عارف ليه، بس anyway يعني هي الشيله اكبر بكتير جدا من ان وزاره تشيله لوحدها تشيلها. فالشيله بتاعت التربيه والتعليم كبيره جدا، اكتر من 2000 مدرسه عايزه تتطور. أيوة. الجامعات التكنولوجيه بدات سنه 2019 بعد النماذج الناجحه بتاعت صندوق التعليم. طب بلاش وزاره، يبقى في هيئه عليا للتعليم الفني مثلا. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. اتحصل دلوقتي ان في المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي ده اتشكل فعلا وبدا يشتغل من حوالي سنه. ده اللي هيمثل المنظومه، ده في ممثلين، يعني هو بقى يمارس مهامه. ايوه يا فندم بالظبط، وعندهم يمكن اجتماع الاسبوع الجاي. طب انا هقطع حضرتك بس معلش التليفون عشان بنسيبهم الوقت طويل بيزعلوا مننا. يا مريم اهلا بيكي. الو صباح. صباح الفل، اتفضلي سؤال. هو انا كان عندي سؤال. هو انا سنه وتجاري. لا مريم الصوت بيقطع مش سامعة، ممكن تاني بقى؟ انا خريجه سنه خريجه سنه وتجاري.
وكنت حابه اعرف هو ينفع الجامعه التكنولوجيه وازاي اقدم عليها. ايه تمام. سنه كام هي قالت؟ سنه كام؟ سنه كام يا مريم؟ السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. طيب حاضر. ثانوي تجاري السنه اللي فاتت ينفع تجاري؟ التجاري احنا في عملنا تخصصات سياحه وفنادق في لان احنا معظم التخصصات اللي عندنا سنه وصناعي وثانويه عامه. ايوه. علم رياضه وعلم علوم طبعا يقدروا يتقدموا عندنا. احنا ما عندناش في جامعه القاهره الجديده تخصصات ادبيه للتجاره، لكن في تخصصات في سياحه وفنادق في جامعات تانية انشئت في زي شرق بورسعيد وجامعه الاقصر. دي فيها تخصصات سياحه وفنادق تكنولوجيه تقدر تقدم فيها حتى لو كانت سنه سابقه. بس تلحق بقى لان عشان ما يعديش وقت على تخرجها. حضرتك بتقول سنه سابقه. بالظبط يا فندم. مبسوط ان اكتر من حد اتصل بينا عاوز يكمل، وانا بشجع اي حد معاه دبلوم لا ما تكتفيش، طالما ربنا مديك الوقت والصحه والعقل ما تكتفيش بالدبلوم. لا ولو عدى اكتر من سنه الدكتور كان بيقول يدور على مجال ممكن ياخده. في دبلومات صغيره في الوقت تقدر تاخدها وتنمي معارفك ومهاراتك بيها تقدر تشتغل بيها. تمام. طيب دكتور في خمس بروتوكولات جديده انا بشوف كل يوم بيحصل. أيوة جديد فهمت. يحصل بالزبط. تعقدات كمان جديده. حضرتك بتقول كمان حتى طلبه الثانويه العامه بقى في اقبال يدخلوا الجامعه التكنولوجيه مش بس خريجي المدارس الفنيه كدير. فازاي برضو ان النهارده الرساله دي توصل ان مش لازم تكون خريج مدرسه فنيه؟ طبعا هو ده حضرتك هو هيجي منين الكلام ده؟ لما الخريج يطلع ويشتغل ويبقى مرتبه كويس ويجد فرصه عمل ده بيسمع على طول في الدخل بتاع الجامعات والمدارس. ده حاصل دلوقتي يا دكتور؟ وده اوريدي بدانا، يعني احنا في الجامعات التكنولوجيه هنخرج السنه دي لسه اول دفعه. يعني يمكن هنعمل في نص الاولاني من خمسه حفلات تخرج او يوم توظيف. بدات الشركات بدات تيجي لنا طلبات للتوظيف لبعض هؤلاء الخريجين في التخصصات اللي هم عاوزينها. مش عايز اقول لحضرتك الطلبه في سنه ثالثه دلوقتي في الاطراف الصناعيه بيروحوا اماكن يشتغلوا لان ما فيش اصلا خريجين في مصر خالص في الاطراف الصناعيه. بيقبضوا كويس؟ فخدوا خمسه طلبه من حوالي شهر. بداوا يشغلوهم في مراكز التاهيل وتاهيل العمود الفقري. لما تقول لي بيقبضوا كام مثلا يا دكتور؟ انا الحقيقه مش عارف، مش عايز اقول رقم عشان ما اقدرش. بس لا مش مشكله رقم، مش ارقام قليله. بس بيقبضوا كويس. مش أيوة ب 2000 جنيه هو ده على فكره مركز الماني كمان، واحد مصري عمل شغال في المانيا. اقصد عشان النهارده الشاب لما بيتخرج يقول لك طب هتديني كام؟ فانا بقول له لا انت هتقبض مرتب وتقبض مرتب كويس. طبعا بس ده لانه مؤهل، لانه مؤهل. ناخد استاذين حضرتك معانا على التليفون. استاذ ماهر، استاذ ماهر اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح الفل، اتفضل. من فضلك انا دي ابني خريج كمبيوتر ساينس. تمام. الحقيقه يعني ما مش لاقي فرصه عمل، هل ممكن مثلا يكمل في تعليم تكنولوجيا تحت جامعه ثانيه؟ هو خلص جامعه يا فندم؟ خلص جامعه وخلص جيش ومش لاقيين فرصه عمل كويسه. هو خريج سنه كام يا استاذ ماهر؟ هو خريج السنه اللي فاتت. تمام. السنه اللي فاتت. ماشي، ربنا معايا. نسال دكتور. هو الخريجين يعني هو موضوع سوق العمل ده هو خريج سنه كام مهم؟ تقديره قد ايه مهم؟ يعني احنا بناخد معيدين اللي جايبين تقدير جيد جدا فيما فوق بعد في تخصصات الكمبيوتر ساينس ان عندها التخصص ده. فلو كان خريج احنا بننزل الاعلانات على طول يقدر، لو كان جايب جيد جدا على الاقل يقدر يقدم كمعيد. بس هو سؤاله انه مش يشتغل لكن يدرس عشان يلاقي في سوق العمل حاجه من المجالات الجميله اللي بقت متاحه وجديده، فهل ده متاح متخرج يقدم ويدرس تاني عند يا فندم؟ هو مش هيدرس بقى الـ 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 الشهاده نفسها. احنا دلوقتي عاملين مع هواوي شركه مشهوره جدا طبعاً في الاتصالات والبرمجه. عاملين عشان الكلام اللي حضرتك بيقوله ده الناس اللي هي مش لاقيه شغل تقدر تاخد كورسات مؤهله لسوق العمل تاني لمده 3 شهور او شهرين، ويبقى في اتفاق مع الشركات الصناعه ان الراجل ده لما ياخد الكورس ده يشتغل او يلاقي فرصه عمل. احنا عايزين نقول يا دكتور من خلال حضرتك ان التعليم اللي هو مش التعليم التكنولوجي، التعليم اللي هو في الكليات العامه زي خريج كمبيوتر ساينس او هو اللي بيبقى الخريج معاه شهاده بس هو غير مؤهل، فمحتاج كورسات ومحتاج يتعلم اكتر عشان يلاقي فرصه في اكتر من مكان. ده عشان كده الجامعات التكنولوجيه بدات تاخد المسار اللي سوق العمل عاوزاه. وبدانا سنه 2019 بثلاث جامعات في القاهره الجديده ووسنا وبني سويف،
والسنة اللي فاتت دي عملنا الوزارة الحقيقة بذلت مجهود كبير في إنشاء 7 جامعات تكنولوجية تاني، تمهيدا لأن هيكون في كل في محافظة من 27 محافظة جامعة تكنولوجية. بس لغاية ده ما يحصل، هل فكرة التوزيع الجغرافي أو اللي بيقدم من الصعيد أو بيقدم القاهرة بيقدم اسكندرية في حاجات ليها نسب محددة لا عشان محدش يتظلم؟ هي الدنيا مفتوحة دلوقتي وطلع بها قرارات بإلغاء التوزيع الجغرافي وحتى إلغاء امتحان القدرات للجامعات التكنولوجية. يقدر أي حد يقدم على حسب المجموع، فأنا متوقع السنة الجاية هتكون يعني زحمة جدا على الجامعات دي، فإحنا مضطرين بعدد لأن العدد لو أنت خدت 2001 مش هتعرف تعلمه، بيبقى جينست كواليتي يعني دايما يعني بيبقى ضد جودة التعليم، فبناخد العدد اللي إحنا هنعلمه بجودة مظبوطة. معنا ده يا دكتور في الفترة اللي جاية، وأنا حاسس حضرتك برضو تنصحنا كأسر لا. يعني إحنا كأسر بنتشبث بفكرة الثانوية العامة عشان يعني يدخلوا كليات نفتخر بيها ونقول أصل الواد دي أم الدكتور ودي أم المهندس. الناس هتقول إيه؟ دخلته تعليم إيه؟ هم بدأوا دلوقتي يعني تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني ده بدأ ياخد مسار مختلف شوية عن اللي فات، خصوصا ان المدارس التكنولوجيا التطبيقيه والجامعات التكنولوجيه بقى فيها شراكات دوليه دلوقتي، يعني الموضوع ما بقاش في حيز البلد بس، لا احنا بنعمل التخصص اللي محتاجه الاقليم، يعني اقليم زي الشرق الاوسط وافريقيا احنا بنعمل التخصصات دي املا ان الناس تشتغل في هذا الاقليم، مش بس كده وفقا للمعايير الدوليه، عشان اوروبا فيها عجز شديد جدا جدا من العماله صحيح. الشباب دلوقتي، فاحنا بنعمل التخصصات دي وفقا لاحتياجات سوق العمل الاقليميه والمحليه والدوليه. فبالتالي بدات الناس تقول لا ده الموضوع مختلف عن زمان. هل في منظومه او في طريقه او في حاجه لتصدير الكفاءات وتصدير العماله المصريه للخارج بطرق مشروعه وطرق يعني تنعكس عليهم وعلى دخلهم بشكل كويس؟ ايوه يا فندم، هو الحقيقه النماذج دي لما اتعملت جهات دولية داخلة فيها، فهي عارفة كويس جدا الجهات الدولية دي عاملة ايه وعاملة كم مدرسة وعاملة كم جامعة، بحيث ان الطالب ده يقدر يقدم من خلال الجهات الدولية دي، لان الشهادة اللي بياخدها شهادة دولية تمام في المدارس الدولية التطبيقية او الجامعة او بعض الجامعات الدولية، فبتبقى الجامعة دي او الشهادة دي معروفة عندهم يقدر يقدم مباشرة فيها. تمام، سعدنا جدا بوجود حضرتك وصباح الفل، نورتنا، شكرا للمعلومات المشجعه كده لكل الاسر، تغير الفكر والمفهوم كده بنظره اعمق لمستقبل ولادنا، نورتنا، شكرا. استاذ دكتور طارق عبد الملك عميد كليه تكنولوجيا الطاقه والصناعه جامعه القاهره الجديده للتكنولوجيه، نورتنا جدا. شكرا. لسه معاكم مشاهدينا، وهنخرج وبعدين بعد الفاصل هنطرح موضوع قديم جديد اللي هو الفجوه ما بين الاباء والابناء، لحد امتى الفجوه دي هتفضل موجوده؟ بعد الفاصل.